بلو مش الجماهير مرحبا بكم. هذا الفيديو أبري الفقرة هي نترى فقرة أبري الفقرة هي عرض تزيحين دراسية كبيرة الحجم وتيك توكر ومؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي ومنشئ محتوى رقمي وسفيرة العلامات التجارية ونشمة انستغرام وقد اشارت على التيك توك والانستغرام. ولدت الحسنة الهند دراسية 21 نوفمبر من سنة 2000 في تيغوتيغالبا في الهندوراس. تبلغ من العمر 21 سنة اعتبارا من عام 2021. العلامات الفلكية هي برج العقرب. أبري في قروة ونشأت في الهندوراس. تعيش حاليا في تيغوتيغالبا بالهندوراس. كملت اللاتين الجميلة تعليمها العالي في الهندوراس قبل أن تنغمس في عرض الأزياء في عام 2020. قد صممت بعد من أفضل العلامات التجارية للجمال والأزياء في الهندوراس وجميع أنحاء العالم. أصبحت اللاتين الحسية ظاهرة على منصات التواصل الاجتماعي مثل التيك توك والإنستغرام. على التيك توك جمعت أزيد من 900,000 متابع استمتع به من خلال مقاطع الفيديو المتزامنة مع الشفاء. على حساب الانستغرام الذي يحمل اسمها حصلت ايضا على ازيد من 694,000 متابع. فتجسدها الرائع الحسي ومظهرها الجميل الجميلة تتقاضى اجرا لا باس به. محصولها السنوي يتراوح ما بين 100,000 و 300,000 دولار امريكي الذي تجنيه من الاعلانات والترويج للعلامات التجارية المختلفة. تبلغ الجميلة في طول 170 سنتيمتر. مقياس التمثال لصفيها 99 سنتيمتر. مقياس الخصر 78 سنتيمتر. أما مقياس الورق 121 سنتيمتر. لديها شعر بني غامق جميل ولون العيون بنية. الحالة الاجتماعية عزب الجنسية هندوراسية. لذا نرجوكم تابعونا المزيد القادم وشكرا.